السلام عليكم احبابنا لي زامي نتاعنا قوي ما كنتو، والتحيه خاصه لكم. باغي نفهم حاجه برك، الدرك الوطني يجي عندي اليوم الصباح يجيب لي استدعاء، وانا نهضر مع الشوفير ونهضر مع الجماعه باه نديرو ديبار تاعنا ونروحو عند الدرك الوطني الجيجل الفرقه الاقليميه ولاد رباح بجيجل اقليم جيجل. اليوم نسمع الحكم الجزائر كي ولات دايره الجزائر بابات العريس عام ونص، العريس 6 شهور والعجال 3 سنين. شدرت انا اشتدرت تعطوني 3 سنين. على كل حال عليكم هذا اللايف، هذا اخر لايف في الجزائر ان شاء الله بربي. نموت في البحر ما نموتش في الحبس. انا سموني بوطي ان شاء الله بربي. عاودوا يديروا لي قضيه واحده اخرى، زيدوني 3 واحد اخرى بصح اللي تقدموه في الجزائر. انا سموني هاد الايامات ان شاء الله بوطي، وسموني اسبانيا واسبانيا فرنسا وفرنسا، حوسوا عليا. انا الان تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، ودير الاعلام تاع الجزائر وخرتاك دير اكشو كيما هكا كاكشو في اعلام تاع الجزائر وهكا اعلام تاع الجزائر راكم تشوفوا فيه دايره في داري. انا نموت على الجزائر، بصح كي الجزائر ولات كيما هكا ما بقات قاعده في الجزائر، ما بقات قاعده في الجزائر. نروح نرفد ولادي ومرتي ونركب في بوطي ونخرج من دي البلاد. اللي دي البلاد علاه طلعت نغني في راس الجبل؟ شكون اللي ما يعرفش ولاد رابح؟ ولاد رابح نهضر مع جواجله. ولاد رابح وين جايه؟ جايه في راس الجبل. رئيس البلديه اللي شكا بيا انا، اللي شكا بيا انا ولاد رابح خاصهم الماء، خاصهم تريسينتي، خاصهم الطريق، خاصهم بزاف انشغال. ما شفتوهمش، شفتو العجال طلع يغني في ولاد رابح. خبر العجال علاه؟ العجال يغني للقلاليل، العجال يغني للمساكين، العجال يعاون. صح ما نخدمش، انا ما نروحش نخدم. الناس اللي غادي نعاون فيهم باش يشرو الاكسجين، الناس اللي نعاون فيهم باش يتزوجوا، الناس اللي نعاون فيهم مين نجيب لهم الدراهم انا؟ سموني نغني باه نجيب الدراهم. صباح تبعتوا لي كونفوكاسيون وحشيه تحكموا عليا بتروازون. يا نمار يا نمار صاي سنا لا ليميت. وهذا اللايف راني دايره تالي دوك نطفي تليفون سيبريمي كل شيء. السلام عليكم، الله ينعيط لكم ان شاء الله، ينعيط لكم من اوروبا. معليش نطلع اوروبا، الا متبو كورونا في اوروبا ما تجيبوش ربي البلاد هذه، البلاد هذه ما تجيبونيش ليها، ما نحتاجش هذه البلاد انايا، بلاد الظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. خطر علاه، انا عمري في حياتي ما كنت كنطر بلادي. دائما نقول لهم اودي الله صبروا صبروا، يفرج ربي، يجيب لنا ربي، يرحمها ربي. دائما كلمه يرحمها ربي في فمي. اليوم تحكموا عليا في 3 سنين، كثر خيركم اسيدي الحمد لله. وانا نخرج من البلاد، نخرج. انا كي نقول لكم باللي قادر اليوم نركب في بوطي وما يقدرني حتى واحد، نخرج من البلاد ونركب في بوطي. ظلم. سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه، درنا فيك ثقه كبيره، فوطينا عليك ودرنا لك اشهار كبير. اليوم يصرى هاد الشيء. الصباح يبعثوا لي كونفوكاسيون والعشيه 3 سنين حبس. علاه؟ رحت نغني في عرس. سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه تاع الجزائر ابعث ناس يشوفوا برك البلاصه اللي غنيت فيها، لابريغاد حداها، دير حداها لابريغاد. السيد راح بلاصه ماتريال من 7 تاع العشيه حتى ل 9،
وانا دخلت على 11 ونص للعرس، يعطوني 3 سنين حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هذا اللايف تاعي تالي ان شاء الله بربي في الجزائر، اصلا كي غادي نكمل اللايف غادي نطفي تليفون. صفحات التواصل الاجتماعي الشيخ النووي، الشيخ النووي اكبر جايح في الجزائر، الشيخ النووي الوالي اللي طلعه شوف واش عطاك، والوالي اللي تهبطه شوف واش عطاك، رئيس البلديه اللي طلعه شوف واش عطاك، اللي تهبطه شوف واش من عند العجال. الشيخ النووي هابط هابط، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. ما خصهاش رخاص كيما انت طلع وتهبط في الرجال، لو كان جيت راجل اقعد بصفتك الحقيقيه، ما ديرش عمامه ونواضر وديكيزي روحك وتبان في قنوات العار يا الحمار. انا عمري ما كنت كونتر الانسان، عمري ما كنت كونتر، انا دائما انا سموني فنان، فنان بمعنى الكلمه، نزهي الناس نفرح الناس، اللي عنده نغني له، اللي ما عندوش نغني له، البعيد نروح له، القريب نروح له. جاي انت اليوم وصفحات العار العجال دار عرس وين اصلا؟ البلاصه اللي درتو اللي هدرتو عليها اصلا، البلاصه اللي هدرتو عليها يا الحمير ما تعرفوهاش، بلاصه اللي هدرتو عليها ما تعرفوهاش، تعرف شحال بعيده بالطوموبيل دايرين بريمير والدرار جاي حفروا، جايه في جبل في راس الجبل. ما تحشموش تالية تاعها كتر خيرك العجل، هاك 3 سنين حبس، 3 سنين حبسه. يا انا ما نخافش من الحبس، عندي ولادي عزاز عليا، لو كان نغيب عليهم يومين نتوحشهم، هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. دوك انا بسبتكم انتوما غادي ندبر بوطي ان شاء الله بربي، ونركب انا ومرتي وولادي، وإلا متنا في البحر نموتوا على رقبتكم انتوما، وإلا وصلنا سلكنا من جدكم الكلب ابن الكلب يا صحاب الصفحات يا التواصل الاجتماعي. كونفوكاسيون تجي الصباح، انا معول قسما بالله براس ولادي اللي نبغيهم وكنت نهضر لكم عليهم، انا معول الصباح نتكل على ربي ونديماري انجي جل نروح للفرقه الاقليميه نقدم نفسي محكمة حكموا لي كما تبغون نتوما. انا مازال ما ديماريش 3 سنين حبسة، والله يا سيدي الله يبارك. تحية الجزائر تحية الجزائر، لا الجزائر اللي قاعدة كيما هاكا ربحت، والله لا ربحت، ربحنا في بلادنا سبحان الله سبحان الله وسبحان والله لا بزاف مضرينا حنايا. بالك تحسبوا ديجا الناس كامل تعرف العجال، العجال قال لي غني له، اللي عنده يغني له، اللي ما عندهش يغني له. بالك تحسبوا العجال رقد عليهم ولا حاجه، ولا قال نعطوه 3 سنين يجي يخيط بعيد الشر. ما عنديش انا، انا اللي نصوره ناكله، واللي ما عندهش نعاونه، واللي باغي يتزوج ندي له. بصح باش توصل لهذه الدرجة سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتدخل، اتدخل في هذه القضية. شوف لابريغاد تاع ولاد رابح شحال بعيدة على لاسين وين درنا العرس،
وهاد صفحات التواصل الاجتماعي الصوره اللي نشروها تاع الجمهور اللي كان حاضر في العرس من راها متصوره من فوق دار حد العرس. كاين حوس كاين حاجه. سي عبد المجيد تبون، السيد عبد المجيد تبون، انا كي لحقت للعرس لحقت على 11:30 تاع الليل، لقيت لاسان منصوبه والشعب متواجد ولقيت كلش كاين. انا لو كان وصلت ولقيت ما كان والو ما نغنيش، اصلا ما غنيتش، اصلا غنيت دو شونسون، غنيت جوج غنيات. وجا عندي واحد قال لي يا ودي الشيخ نحبسو باسكو دارك راه هنايا، وقال لك غادي نحبسوها. والدار قال لك جا سيفيل، انت واش من دارك يجي سيفيل؟ روح لي اونتونير، روح عند الشونتير، ولا روح عند شيف دو جروب، ولا روح قال له ودي حبسنا هاد المهزله نحبسوها. وراه المشكل. اقسم بالله اذا كنت خارج اليوم على 12 تاع الليل كنت جاي لجيجل تاع الله غالب. كي انتشر الخبر تاع بابات العريس تعطوه عام ونص. علاه؟ واش من ظلم؟ بابات العريس تعطوه عام ونص، شحال في عمره؟ عام ونص نافده، والعريس 6 شهور غير نافده. والعجال جا المسكين من مستغاليم مدي بلاصي الجيجل، ماهيش ساهله، 3 سنوات حبس مع امر بالايقاف. اما انا غادي نقول لهم الامر بالايقاف ديروه لي ان شاء الله بربي، ان شاء الله الا ربي طول فيه العمار ديروه لي في اسبانيا. عمري في حياتي ما خممت في الحرقه، وانا كونتر الحرقه وضد الحرقه، وانا ضد الناس اللي يقولوا لي حرقه وهذيك وكاع. بصح اليوم كرهتوني في بلادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم حسيت بالحاجه اللي يحس بها الحراق، والله غير حسيت بالحاجه اللي يحس بها الحراق. وخاوتي اش غادي نقول لكم؟ ما بقاش كونفيونس، والله ما بقات ثقه، صدقوني ما بقاتش ثقه. 3 سنين حبس، واش درت انايا؟ واش درت باش يعطوني 3 سنين حبس؟ زيد يشهروا فيا في قنوات العار، نقولها وي قنوات العار. علاش نقول قنوات العار؟ خاطر انا كنت نحسب ضالمينكم، سوا ديزون ضالمينكم، بالك راهم ضالمينكم، راهم يقولوا قنوات العار راهم ضالمينكم. بصح اليوم كي صرات عندي انا، الله يحسن عونهم، قسما بالله الله يحسن عونهم اللي سماكم قنوات العار. قاعدين غير ما كنت تشوفوا والو، ما كنت تشوفوا والو، ما كنت تشوفوا اش راه صاري. ها اليوتيوبية غير انا درتو لي 100 حساب وحساب، خطر علاه العجال، ارواح رقب على العجال الدخلاني كي داير، شوف العجال تاع برا، ارواح رقب على العجال الدخلاني، فتشني، شوف شا كاين فيا لداخل، شوف على من نخدم، شوف على من صارف، شوف على من واقف، شوف شكون مقابل، شوف شا كاين في هذا الراس هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الله بهذا راني درته هنا في مستغالين، الله بالجاي ان شاء الله نديرها لكم من اوروبا. مالقري انا ما نبغيش اوروبا، مشى نروح نقولكم على بلاد الحق.
سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه، درنا فيك ثقه، درنا فيك ثقه، وانا واحد من الناس اللي فوطاو عليك، وانا واحد من الناس اللي كنت نهضر للناس ونقول لهم بربي ان شاء الله هذا الرئيس فيه الخير. ماذا بك سي عبد المجيد تبون؟ ابعث ناس يحقوا في هذا العرس هذا، شهر صاري شهر ما صاري، لا سان وين اندارت ولا بريغاد وين كانت. انا كي رحت ها لا بريغاد ها العرس، يكذبوا عليكم ويقول لك اودي حنايا رحنا وقلنا لهم ما دير، ما كانش منها. رئيس البلديه انت، رئيس البلديه شنو غادي نقول لك؟ انت قدمت شكوى في حقي، حسبي الله ونعم الوكيل. انا علاش تقدم في حقي شكوى؟ انا جيت عندك قلت لك اعطيني اوتوريزاسيون باه ندير العرس تاع السيد، يا اخي السيد هو اللي جا عندك قال لك اعطيني اوتوريزاسيون وانت ما حبش تميدلو على ربح. حاجه واحده اخرى هذيك انا خاطيني ماشي مسؤوليتي، ماشي مسؤوليتي، ماشي انا اللي قلت لك اعطيه اوتوريزاسيون ولا ما تعطيش اوتوريزاسيون. انا السيد ناكدوا على هذه النقطه، السيد جا عندي يتفاهم معايا على عرسه قبل ما يديروا عشريا تاع الكونفيرمون. وانا اصلا كي كنت جاي حاط في راسي باللي ولاد رابح تبع الميله، ميله ما فيهاش كونفيرمون، هي جايه بالحدود. انا ما على باليش كاع هذه تاع كونفيرمون، ميله ما فيهاش كونفيرمون، ولاد رابح راهي تبع، انا عاد حاط في راسي بلي تبع الميله. حتى من حقنا تما وحكاو لي واش صرا واش ما صراش. في الاخير شنو غادي نقول لكم؟